في هذا المكان يجتمع أهالي قرى حدران والربيعي ومدارات من محافظة تعز بعد أن هجرتهم الميليشيات من منازلهم ومنعتهم حتى من أخذ أبسط احتياجاتهم. أنا هنا من حدران والربيعي ولا معنا حاجة، بيوتنا تهدمين، لا معنا لا أكل لا بيوت لا فراش لا ماء ولا شيء، عيالنا مضيعين ولا معنا حاجة. أنا هنا بين الشمس بين المطر بين الهطاء، طيروبنا من بلدنا وقضعوا إن إحنا لا حتى ما فوقنا شغر، اللي فوقنا الأطبر بس رجعنا نطلب الملابس طلبة من الناس. انتهاكات جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي والمخلوع بحق هؤلاء، إذ تشير الإحصاءات التي وثقها المركز الإنساني للحقوق والتنمية أن 1503 حالات انتهاك ارتكبتها تلك الجماعات تنوعت ما بين القتل والإصابة وتفجير المنازل والتهجير. فلناشد الجهات المعنية والمجتمع الدولي والهيئات الإغاثية الإنسانية ومركز الملك سلمان باللفتة الكريمة إلى هذول النازحين، حيث خرجوا من مناطقهم تحت تهديد السلاح مهجرين، وصلوا من حدران والربيعي إلى 99 قتيل ومنهم 10 نساء و10 أطفال. غياب السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية عن أوضاع المهجرين أمر يزيد حالتهم تعقيدا في ظل هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. يمثل هؤلاء المهجرين واحدة من صور المأساة التي يتعرض لها الأهالي من قبل الميليشيات الإنقلابية سواء في المدينة أو ريفها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.